حرصا على الوطن خدمة الوطن ونشكر رئيس الدولة فتاح السيسي اللي عمل لنا كل الحاجات دي وربنا يكرمه صحته ويحافظ عليه وفي شر أعدائه في شر أعدائه يعني بس ياخد باله من المسنين يكون تكافل وكرامة ياخد باله من المسنين يكرم المسنين عشان ربنا يكرمه أنا مبسوط باللي يعمله حاجات عظيمة كان الأول يقول هنعمل كذا دلوقتي كل يوم الصبح يروح يفتتح مليون حاجة بسم الله ما شاء الله على السرعة بتاعته ربنا يصلح حاله يا رب العالمين.